الراجل ده دماغ، الكابتن حسين لبيب ده راجل دماغ، وعجبني وعجباني تصريحاته وعجباني رؤيته وعجبني كلامه، والنهارده ازداد اعجابي بيه لما شفت. انا ما سمعتش، انا قريت ملخص التصريحات، يعني هقول لكم ملخص اللي قاله للجمهور اللي كان بيتكلم معاه. هو زعلان وهو عنده حق على فكرة، ان في كتير من الزملكاوية بيحبوا نادي الزمالك، بس كل واحد بيحب الزمالك بطريقته بأهوائه بالمجموعة اللي هو يعني مرتبط معاها بفكرة معينة. جمهور النادي الاهلي، وهنا محدش يزعل مني، جمهور الزمالك جمهور هو الاعظم، وجمهور النادي الاهلي جمهور عظيم. جمهور النادي الاهلي بيعرف يعمل حاجة لو عملها جمهور الزمالك هتفرق مع الزمالك جدا على السوشيال ميديا وبصفة عامة، ان جمهور الزمالك دائما وابدا عليه ان يتحد في قضية، حتى لو انت مختلف مع اخوك الزملكاوي التاني في حاجة معينة. بس النهاردة مين عدوك؟ مش عدوك منك فيك انت، ممكن يكون عدوك مثلا اعلامي بيحاربك بقاله 20 سنة، او عدوك مثلا مسؤول بيحاربك بقاله 20 سنة، او عدوك جهة مثلا في اتحاد الكورة، لجنة مسابقات او حكام او موظفين. فانت المفروض يبقى انت موحد، او الاعلام الرياضي انت موحد كجمهور الزمالك، انت مين خصمك؟ بس مش خصمك منك فيك في النادي او عناصر جوه النادي. هنا الكابتن حسين لبيب بمنتهى الذكاء اتكلم في ده، وانا بضم صيته لصوته، ان على جمهور نادي الزمالك ان هو يركز مين خصمه الحقيقي، مين اللي بيلعب معاه في الضلمة، مين اللي بيلعب ضده، من هم طيور الظلام اللي هم ضد نادي الزمالك. هو ده اللي لازم جمهور الزمالك يشتغل عليه، ولازم يجابه ويحرقه ويكشفه لكل جماهير مصر وللرأي العام. ده رقم واحد. اتنين، هو اتكلم على المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك. طبعا أنا هنا ممكن يكون كلامي شوية، هحاول على قد ما أقدر في الجزئية دي هحاول أتكلم يعني بشكل دبلوماسي لحرج موقفي، بحكم أن أنا كنت وأتشرف من رواد إعلام نادي الزمالك التلفزيوني، والفكرة كانت من عند الأستاذ مرتضى منصور، وفعل ما يطلق عليه إعلام الزمالك المستنير المتوهج القوي، وهي كانت خلطة، وهي كانت خلطة تلفزيونية إعلامية رياضية اتقدمت للجمهور، كانت الفعل ولم تكن رد الفعل، وكانت تجربة قوية. إعلام الزمالك المتوهج هو مطلب أساسي لجمهور نادي الزمالك، إعلام الزمالك القوي هو مطلب أساسي لجمهور نادي الزمالك. إزاي؟ الموضوع عند الكابتن حسين لبيب وعند المسؤولين، وهم أعلى من الناس الجمهور عايز إيه، وهم ببساطة شديدة جدا يقدروا يعملوا استبيان عند جمهور الزمالك ويسألوه، هو الزمالك إعلامه يبقى قوي في حضور مين وفي وجود مين؟ الإعلام ده، إعلام الزمالك ده، وبالمناسبة كوادر الزمالك الإعلامية في مصر مفيش أكتر منهم. دكتور كريم ساعتها اختار لي تحويل مسار، ومن ساعة العملية وأنا صحتي بقت أحسن، وبقيت عارفة أتحرك أكتر وعارفة أشتغل أحسن، وباخد الفيتامين والكالسيوم بتاعتي بصفة مستمرة، وصحتي دلوقتي بقت أفضل كتير عن الأول طبعا. وانا بشكر دكتور كريم جدا عشان هو اللي مختار لي عمليه تحويل مسار، كانت افضل كتير ليا عشان ارتجاع المريء اللي كان عندي، ودلوقتي بقت احسن كتير عن الاول، فشكرا دكتور كريم.